هو احنا يوميا نسمع بالاخبار عن نقل النفط من الجانب الايراني من المواني الايرانيه الى المواني العراقيه، ومن المواني العراقيه تنقل كنفط عراقي. اذا احنا ايران مسيطره عليها الحرس الثوري الايراني، والعراق مسيطره عليها جيش الاحتلال الايراني اللي هو ما يسمى بالميليشيات الولائيه. فاذا هم البلدين مسيطره، نفس المجموعة مسيطرة على البلدين، فبالتأكيد يتعاونوا في عملية التهريب مثل ما تعاونوا في عملية إجهاض الانتفاضة وقتل المتظاهرين وإلى آخره. كل شيء يقف ضدهم هم متعاونين ضده. فإذا العقوبات الأمريكية اللي فرضت على إيران والعقوبات الدولية هم متعاونين في كسرها. الميليشيات الإيرانية وكل النظام، عفوا، الميليشيات الولائية لإيران وكل النظام في العراق، جعل تطوير اقتصاد إيران أحد مهامه، من مزادات بيع العملة إلى استيراد الطماطم 4 مليار دولار من إيران إلى آخره. الحاجات الكثيرة اللي هي العراق خاسر فيها لمصلحة إيران، وهذا كله تدير الميليشيات الولائية اللي تتحكم بالعراق. فإذا الحرس الثوري هو أداة إيران العسكرية والاقتصادية. الحرس الثوري وخامنئي يمثلون أكبر قوة اقتصادية داخل إيران، فإذا من مصلحتهم التهريب، وممكن يديروا عمليات التهريب هذه.